السلام عليكم يا معشر اليوتيوب ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى قناتكم هشام في اليابان. بداية، لو أنت مهتم بكل ما يتعلق باليابان من عادات وتقاليد وثقافة ومنوعات غريبة وأغرب، فعليك أن تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه حتى يأتيك كل جديد. اليوم جايبكم إلى حديقة حيوانات اسمها توبو دوبوتسو إن، وهي حديقة هجين وتوجد فيها قسم لحديقة الحيوانات وقسم آخر للأتراكشن أو الألعاب. خلينا نشوف مع بعض ماذا سنجد أمامنا. هذه حمامة، تصدقوا أول مرة نعرف أن الفلامينغو ركابة معكوسات للبرة. هذوك المتطفلين. ايش معنى مديري الى معبد الثعلب يعني؟ قال لك البحيرة هذه ممكن تلقى فيها مخلوق الكابا الخرافي. هذه ماكينة دوبوت السن السيد حيوان نؤويت، اللي هي الاكلات متاع السيد حيوان، فتاخذ من هنا شوية اكلات وتلوحهم لمستر حيوان. ايوه يس. صباح الخير. دليل حلاقة زي ليدي غاغا. معناتها العيد الكبير نجو هنا نشرب من الحليق هذا. راك تتفلى دبالك، تاكل طريحة. تاكل طريحة، تاكل 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 طريحة. راه هالو فردي واحد تي 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 تي. تيمنا بالنمر الابيض اللي شفناه بكري مداري له معبد صغير شيروتورا جينجا. السلام عليكم، صباح الخير. شوف عيونهم كيف زي النبطك. نحن الآن في منطقة في المنتصف تماما، هي منطقة المطاعم زي ما تشوفوا فيها وراي. يأتي الناس هنا بعد مشوار اللي هو الفرجة في حديقة الحيوانات، يأتوا إلى هنا. اللي عنده وجبة بياكلها، اللي بيستريح شوية باش يقدر يكمل مشوار لباقي الحديقة. هذه الخطوات اللي تشوفوا فيها في الأرض هي يوريك وين تمشي تكمل المشوار متاعك باش تكمل باقي حديقة الحيوانات.
أعتقد وصلنا بكم الآن إلى الجزء اللي هو فيه الألعاب الترفيهية. كملنا كل الأجزاء أو كل المناطق المتعلقة بحديقة الحيوانات، الآن بننتقل بكم إلى منطقة الألعاب. شكلهم في هذه الوحدة اللي وراي الأتراكشن هو يعلمهم فيهم الصبر، يقول لك خش لداخل وابحث عن الأحجار الكريمة، لما تلقاها روح بها. حلوة الفكرة هذه، تعلمهم الصبر وتعلمهم الدقة في البحث عن الأشياء. لكن بالفلوس، أدفع فلوس حتلقى أحجار أنت في الأخير، ولكن هي نوع من التسلية. هذه الرولر كوستر او جبل روسيا، مش عارف شنو يسموه فيه الناس، هذا مصنوع كله من الخشب، للاسف اليوم مسكر لانه حيكون فيه مطر بعد شويه، فمدايرين احتياطاتهم ما يبوش الناس يركبوا اللعبه هذه. هذه لعبة ريجينا، هذه اللي هي موجودة هناك تشبحوا فيها هذيك، اليوم مسكرة مش حتلعب، مش مخدمينها اليوم لأن الجو مش مناسب. فجمالا هذه هاي صورة مقربة تقدروا تشوفوا فيها كيف شكل اللعبة، يبدو أنها واحدة من أقدم الألعاب اللي هي موجودة في اليابان. هذا الألواح الخشبية هذه، وهذه شكل المقصورات متاع اللعب. وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا علامة الإعجاب، واللي مش مشترك في القناة يفكر يشترك فيها ويفعل جرس التنبيه. فضلا وليس أمرا تفرجوا على الفيديوهات السابقة، انتظروا مني فيديوهات قادمة إن شاء الله. أهم من هذا كله خلوكم ديما لايقين. السلام عليكم.